الاثنين متضايقين منها بوليس البحر صار كل سنه يجيب لنا اربع خمس قوانين. في هلا طلع لنا بالفيلم هلا كمان طعون الزراعه، برضه طعون الزراعه ممنوع تصيد وهين، ممنوع تقربوا الشط هذا والشط هذاك، منعونا من كثير شطوطه. وطعون المينا كمان خنقونا ندفع للقوارب وندفع للمخازن، وبدهم يدفعونا كهرباء وصاروا بدهم يدفعونا ارنونه، صاروا يضايقونا بالقوانين، هجمت القوانين علينا يضايقونا عشان نقول احنا خلص يئسنا وش بدنا بقى الشغله هاي وننفذ، وهم يفوتوا عليها على باب المستريح للمينا. هلا ايش طلعوا لنا؟ انه نفتح تكييم بالضرايب اذا بدكم تشتغلوا بالبحر. مينا هي غربيه، بكره بدفعونا مصاري بتقولوا لنا الفوت بمصاري. عندنا مخزن تبع صياده بالشعر الاولاني انضحك عليهم، منا نظبط عين ونحط برضه ما نفعش معهم، طلعوه ميه اليوم حاطين بطون ومسكرينه. المخزن اللي من ورا قالوا لنا منا نفوتكم عليه ومنرجعكم بس نظبط هذا اللي هنا. الثاني شلحوا كل الاسباست وكل هذا ولليوم مشلح، فيش مين يسال عنه. وهلا بدهم يجوا هنا ايش يقولوا لنا؟ كمان نفس الفيلم، اطلعوا برا عشان نظبط لكم وبعد ما نخلص نظبط لكم بترجعوا تاني على المخازن. قلنا لهم طيب منجيب لكم ورقة محامي، منختمكم على خوزيه انه لما نتخلصوا المخزن هذا تشبتوته وتزبطوه احنا منرجع. قالوا لنا لا منختمش على خوزيه زي هذا. خلي ما شك بينا يرحم، والله قصتنا حزينة حزينة. إدارة المينا عمالها بتجيب قوانين عن طريق محامية اللي هي قمعية أكثر من هي إنه لها حقوق للصيادة. مثلا إنه جابت إنه اللي بالعقد الجديد إنه نطلعكم المخازن بحجة التصليح. طيب منيح كم تصلحوا منيح، ايش بقولوا؟ كل يوم احنا بنعطيكم تاريخ معين وتتاخرتوا عن التاريخ هذا كل يوم تاخير 100 شيكل. فحصلنا العقد هذا مع محاميه ومع كمان الصيادين هنا انه ايش بنسوي؟ بنطلع على البنود تبعون العقد، ايش بنشوف احنا؟ بنشوف انه فيش لا تاريخ بدايه تصليح وفيش كمان امتى نرجع هين بعد ما يخلصوا. يتخلصوا من الصياده بكل وسيله. زي اجونا بقانون، كنا شافونا شوي كنا نصيد كلاب بحر كرشين وفوتوا شويه رزقه على الصياده، اجونا بقانون ممنوع تصيدوه من غير. طب بنقول لهم ماشي من ممنوع نصيده تصيده، وبعدين اجونا قانون ممنوع تصيدوا الصلافيح، وكل شيء بشوفوا شويه رزقه بتفوت على الصياده بيقطعوها على طول. زي هلا شهرين ممنوع نطلع على البحر، شهر 4 من 1/4 ل 30/5 الممنوع نطلع على البحر. يافا هي تاريخ والمينا تاريخ، احنا اذا بنتباهى بنتباهى عنا مينا، وادي المينا عمود الفقري تبع يافا وبنتنفسها من احنا اطفال لحد اليوم. انا كل اللي بتمنى قلوب طاهره وقلوب على بعض اهالي البلد ما نتخلاش عن المينا هاي شبه، لانه اذا هاي تخلينا عنها المينا جبنا العار على كل يافا.